السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم كيكه كتجي زوينه وشيشه. وغادي نحتاجوا في المقادير ديال هذا الكيك جوج بيضات، واحد طانيط بالنكهه ديال الكراميل، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، كاس حليب، جوج ساشيات ديال الكاكاو، جوج فاني، جوج خمارات، والطحين على حساب الخليط تقريبا جوج كيسان ونص. مهم الطحين على حساب الخليط. بسم الله غادي نبدا. هنايا درت جوج بيضه، نخلطهم بالخلاط. بسم الله. سنيده دابا غادي نزيد الفاني، نزيد كاس الزيت ونخلط شويه بشويه. غادي نزيد الكاكاو، غادي نخلط. ملي خلطت الكيكه ديالي مزيان المقادير، خليت غير دابا غير الخميره والطحين. غناخد واحد الكاس ديال هاد الخليط باش ندير به الصوص باش غادي نسقي الكيكه. حيت من هذا الكاس باش ندير الصوص باش نسقي الكيكه. دابا غادي نزيد الطحين شويه بشويه. بسم الله.
الخمارة. ها هي الكيكه ديالي اللي خبطت كيفاش جات. نعمل هاد الخليط ندير خويا في هاد الليمون، الليمون غنحطو بالزبده، نشد عليه شويه الطحين، ثم على حساب المول ديالكم. الا درتو مول صغير غتجيكم الكيكه طالعه بزاف، الا درتو المول كبير بحال هكا غتجي طالعه غير شويه. بسم الله. صافي دابا غندخلها الفران، الفران سخون سخون على 180 درجة تقريبا واحد نص ساعة ولا 45 دقيقة ونخرجها، وملي نخرجها غادي نرجع معاكم باش نصوب الصلصة باش غادي نسقي هاد الكيكة. ها هي البنات الكيكة ديالي ملي خرجتها من الفران، دابا غادي ندوز ندير الصلصة باش غادي نسقيها. عندي هنايا داك الكاس اللي حيدت من داك الخليط ديال الكيكه، وعندي كاس ديال الحليب، عندي شويه ديال الزبده، عندي هنايا الساشي ديال الفلون كراميل، شويه ديال الشوكولاط. المهم ندير هاد الشيء كلشي فوق النار غير يتخلطينا شويه، ما نخليش فوق العافيه بزاف، ومن بعد نرجع لكم. ها هي البنات الصلصه ديالي اللي كيتكمل فوق العافيه، دابا غنسقي بها الكيكه. الكيكه راه تكيتها بهدف، قبتها هكا ولا بالفرشيطه،
ها هي كيكه ديالي ملي سقيتها قلبتها، دابا غندهنها بهاد شويه اللي تقيه من داك الخليط. بسم الله. كتجي رطبه هاد الكيكه، ها هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي ملي ذوقتها بالشكلاط محكوك. نتمنى تعجبكم. بسم الله نتمنى لكم شويه الطباخ صدقت شويه. ها هي الكيكه ديالي كيفاش جات، جات رطبه. نتمنى تعجبكم. بالصحه والراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.